مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج لقاء، والتي نقابل فيها الوزير السابق سيدي محمد والمحم، ونتحدث معه عن تقييمه لحكم نظام الرئيس محمد الشيخ الغزواني بعد سنتين من وصوله للسلطة. هل ما الذي تحقق على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي؟ هل تغير واقع المواطنين نحو الأحسن؟ أين وصلت سياسة التشاور مع المعارضة؟ ما الذي تحقق أيضا في ملفات الوحدة الوطنية ومحاربة مخلفات العبودية والاستجابة للمطالب الاجتماعية؟ أين هو الحوار الذي أعلن عن قرب انطلاقته قبل أكثر من عام دون أن يجد النور حتى الآن؟ هل يحمل النظام الحالي رؤية لتغيير واقع البلاد؟ يسعدنا إذن أن يكون معنا لنقاش هذه المواضيع الوزير السابق سيد محمد والمحام. أستاذ سيد محمد، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. في البداية، بعد سنتين من وصول الرئيس محمد الشيخ الغزواني، لو أردنا أن نعطي تقييما عاما للواقع السياسي، ما الذي حققه النظام خلال هذه الفترة على الصعيد السياسي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله. أشكركم جزيل الشكر وأيضا سعيدا لكم ولكل الموريتانيين ولكل المسلمين في العالم، راجيا أنه يعود عليهم بمزيد من الاستقرار والأمن والرفاه، وأن يجعل أيامهم كلها عيادا إن شاء الله. بالنسبة لسؤالكم، أعتقد أنه لا يختلف اثنان على أن هذه السنتين اللي خاضوا من حكم الرئيس محمد الشيخ الغزواني أنهم بامتياز يشكلوا نمط جديد مغاير لما ألفناه في السابق، وسواء في إدارة الحكم، سواء في الحكامة، سواء في أسلوب الممارسة السياسية والتعاطي. تميز هذا الجانب السياسي أساساً، وهو الذي يهمني أكثر إن كان الملفات الأخرى أهميتها، أنه تفتيت الاصطفاف السياسي اللي كان خالق، وإعادة تطبيع العلاقة بين أطراف المشهد السياسي من جديد. وهذا عامل جدا مهم، ومن أهم العوامل التي كنا نطمح إليها في الماضي، واللي من خلالها تم تنظيم العديد من الحوارات واللقاءات معلنة وغير معلنة، بهدف تطبيع المشهد السياسي وتطبيع العلاقة بين أطراف هذا المشهد. اليوم بكلفة أقل وبأقل جهد، توفر الإرادة السياسية لدى رئيس الجمهورية حقق هذا الهدف، وبالتالي تم تفكيك هذا الاصطفاف الحاد كان، واللي أوصل البلاد إلى حالات احتقان في مراحل معينة حادة، ربما كان إعادة تفكيكه كان شيء في غاية الأهمية. اليوم كل أطراف المشهد السياسي يزاولون باختيارهم بإرادتهم دون أي ضغط، سواء في المعارضة أو في الأغلبية. علاقاتهم طبيعية جدا، أدائهم في المؤسسات الجمهورية كيف البرلمان وكيف المجالس الجهوية والمجالس المحلية البلدية، وهذا كامل أداء طبيعي، وذلك من حدة الاصطفاف خف، وبالتالي رجعنا للمشهد الطبيعي اللي يلا تعود عليه علاقة المعارضة بالأغلبية، وهي علاقة الرقابة، علاقة النصح، علاقة أن ترى نفسك في الآخر، أن ترى بالتالي تمكينك من تصحيح أخطائك والاحتكام للشعب في النهاية. وأعتقد أن هذا كان أهم 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 هدف تحقق سياسيا، بالإضافة إلى أنه مواكب. طيب اسمح لي قبل أن نخرج عن هذا الهدف أن نناقش فقط بعض الجزئيات فيها. أنت ذكرت تفكيك الصراع بين المعارضة والموالاة، هل هنالك أرضية صلبة لمثل هذا، لموضوع تفكيك الصراع، مع أنه هذه معارضة وبعض أطرافها على الأقل يصفها بأنها جلسات لقاءات عامة ممكن أن تكون مفيدة للنظام، أو يمكن أن تكون مفيدة في مرحلة من المراحل، ولكن الآن نحتاج إلى أن يكون هنالك تفاهم سياسيا على أرضية صلبة؟ لا، هو الأرضية الصلبة يخلقها عاملين. العامل الأول هو توفر الإرادة لدى أطراف المشهد السياسي، هذا ما في كلام.
وهون ما تقدر تحاكم، ما هون ما تقدر تحاكم النوايا، تقدر تحاكم لا ذاكر يظهر لك والإرادة جادة، سواء من طرف قامة رئيس الجمهورية وسواء من طرف المعارضة السياسية في البلد، المعارضة الديمقراطية في البلد. قطعنا أعربت كلها عن استعدادها، وقطعنا إلى الآن ما فهم ملاحظاتك هي توحي بأن نشوز في هذا السياق وفي هذا وباتجاه هذا الهدف. العامل الثاني هو 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 موضوع الصراع. أي صراع اجتماعي لا بد من يعود موضوعه هو اللي يحدد طبيعة هذا الصراع. من تعود ما فهم صراع حاد، ما فهم خلفية صراع لا تاريخي ولا سياسي ولا اجتماعي تؤطر لهذا ويتكي عليها هذا الصراع له، يعود اليوم ما فهمش ذاك واحد مثلا المسائل العرقية غير مطروحة في سياق المنازلة السياسية بين الأغلبية والمعارضة، ما مطروح قضايا تتعلق بالمطروح عادة هو مسائل التسيير، وهذه متاح فيها الاختلاف، متاح فيها المسائل المبدئية ثوابت البلد، ما فهم خلاف حوله، وهذا ما هو كان خالق، كان 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 الصراع يدور حول احيانا ثوابت اساسية من ثوابت البلد لا يجوز لنا ان نختلف عليها. اليوم الجميع مثبتون مجمعون معناها على ذيك الثوابت الذكية، وعلى ان الصراع او على ان الخلاف السياسي او على ان التمايز السياسي والتباين هو حول مسائل عادة تسييرية ومتاح فيها أن نختلف، بل مطلوب أحيانا فيها أن نختلف، ياك يعود خلافنا. رئيس بيانات المعارضة مؤخرا، تقريبا أغلب أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان خلال الفترة الماضية هنالك تصعيد واضح في لغة البيانات السياسية، هنالك انتقادات ترتفع للنظام، هنالك حديث عن أنه الفرص التي أعطيت للنظام لم يستغلها بشكل جيد، أنه سياسة التشاور وصلت إلى نهايتها وبالتالي لابد من إطلاق حوار سياسي حقيقي. هنالك حديث عن أنه خاب أمل المعارضة في النظام أنه سيقدم شيئا ملموسا في الملفات الأساسية. ما شفت وقع طبيعي هذا بالنسبة يستغربوا الناس اللي ظاهر لهن المعارضة لا تنتقد والله أنها لحقت مرحلة ذابت في النظام والله هي وأنها ذابت في النظام إلى درجة لا، نحن مؤمنين عندنا ساحة سياسية حية وعندنا معارضة جادة، ما هي معارضة شكلية، وأنها أحيانا قد تكون حادة في انتقاداتها وهذا مشروع، وأحيانا قد تعرب عن سقف مطلبي معين هذا مشروع كامل يقير حولهاش. أنت خلاص النقاط كلها كيف قلت لك تحت سقف مسائل تسييرية، مسائل تتعلق بتسيير المشهد سواء اقتصاديا أو سياسيا أو اجتماعيا، وهذا ما فهم ما فهم ما فهم ما فهم خلاف حول 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 قضايا كبرى. ملفات التسيير منها ما هو كبير سيد الرئيس. لكن تبقى ملفات تسيير منها ما هو مهم، لكنها ملفات تسيير تبقى لكل طرف سياسي واسع النظر في تقدير موقفه منها وتقديم مطروحته لها، وهذا هو اللي تحتكم عليه الناس. ناس تحتكم للناخب اللي على ملفات تسيير احيانا كبرى واحيانا بحجم اهميتها بالنسبه للناخب، يا غير لا تبقى لا تظل دائما في هذا السقف. عين لين ما فهم القضايا الكبرى، بمعنى القضايا الكبرى المتعلقه بالتعديلات الدستوريه التي نقول متعلقه بجانب المؤسسات، متعلقه بالوحده الوطنيه، متعلقه بالثوابت الدينيه، ما فهم عليها. طيب سيد الرئيس، نحن نسمع الملف المعارضه تنتقد مثلا ما تسميه تعامل مع ملفات العشريه ومحاربه الفساد، لا يزال تعاملا ضعيفا وهشا ومتذبذبا، ما تسميه اعاده تدوير المفسدين، انه لا يوجد رؤيه حقيقيه للتغيير لدى النظام، انه نحن نسير تقريبا بنفس الرجالات بنفس الاساليب التي كانت متبعه في خلال السنوات والعقود الماضيه. هذا لا يؤكد اللي قلت لك، اللي اولا تسيير ملف الفساد يتعلق بالقضاء، هما ما حدوا على مستوى البرلمان، اي مستوى من مستوى التشارك السياسي فيه هما كانوا شركاء فيه، اللي هو المستوى الاول اللي هو مستوى التحقيق البرلماني. منين يقيس القضاء ما فيه اغلبيه ولا فيه معارضه، قضاء مؤسسه مستقله، وهما يلا يعودوا فاهمين ذلك. ومنين يلتهوا يقبوا يشوفوا على النظام والله على الحكومه والله على الرئيس تسيير الملف موجود عند القضاء، معناه انهم بمعنى من المعاني طالبوه بالتدخل في امور القضاء، وهذا ما هو مطروح. هما يعرفون الملف من حال القضاء. طيب لكن مثلا عند النيابه العامه، مثلا عند وزاره العدل. النيابه العامه قضاء مستقل. النيابه العامه قضاء مستقل. النيابه العامه قضاء مستقل وهو قضاء جالس. وزاره العدل النيابه العامه ليست مستقله تماما. لا، النيابه العامه قضاء مستقل.
لنعرف انا بعد كمحامي النيابه العامه قضاء مستقل. تابع له في شيء وشيء ما هي تابع له. يقول لكن قال من النيابه انه اسير يقر لسانه انه طليق. وانها يقر هي ما هي سلطه حكم في النهايه، هي سلطه اتهام. ومهمتها توفر تحريك الدعوه العموميه ومتابعتها. هذا هو حد النيابه يقر. سلطه الحكم تبقى عند قضاء اخر مستقل يخضع لها لقناعته للقانون. وبالتالي منين تعود نحن اصطلاحا منين نقول السلطه القضائيه، سواء ما يعني القضاء الواقف ولا القضاء الجالس، في الكل هو قضاء مستقل. اذا عاد فهم تقييدات على النيابه العامه حتى مقابلها حد من سلطاتها. معناها ان بالكل السلطه القضائيه. سيدي الرئيس له موضوع المحكمه العشرية. السلطه القضائيه مستقله. الان في التقييم السياسي. منين نعود نطالبوا نتابعوا مثلا ننتقدوا رئيس الجمهوريه وننتقدوا الحكومه على تسيير ملف عند القضاء، هذا بمعنى من المعاني نطالبهم بالتدخل في امور القضاء ولا ما هو هذا. يقر بامكان المعارضه انها تطالب القضاء ولا احيانا يخلق انها 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 تطرح عليه انها دور يحرك الملف، وهي مليانه قاعد ما شفتها حتى ضاغطه بذاك الشكل خاطي لعاد بيان والله هنا قد خاضوا. يقر المعارضه من تضغط تقضي الشارع، تقضي من تعود حق عندها، تعدل المسيرات، تعدل الاحتجاجات، تعدل التظاهرات، تعدل على ذكر على الاقل الندوات. هنالك احزاب انتقدت انه منعت من تشريع عدد من المسيرات خلال الفتره الماضيه قبل اسابيع يتعلق بالفساد. لا تتعلق بالمسيرات السياسيه. هذا موضوع اخر. هذا موضوع اخر. لا انت قلت المعارضه يلا تسير مسيرات. منين تعود نتكلم عن في القضيه، منين تعود جاده فعلا. انا كنت اتوقع ان المعارضه اللي شاركت في التحقيق البرلماني واللي واللي واللي, واللي كانت شريك اساسي فيه، منين يقيس القضاء انها لا تعود تشكل عامل الى عاد بعد عندها شيء لا يعود لا عامل ضغط على المؤسسه القضائيه ضمن المشروع المتاح. راهو ضمن شيء ما يمس بسلطة القضاء ولا يخليها تخضع لتعود الضغط. يقير بعد عندهم ياسر من الاساليب اللي قدو يخلقوها. انا شفت احيانا هيئات المجتمع المدني اللي فيهم تحتج تظاهر قدام القضاء، قال ما شفت احزاب سياسيه، لا شفت معارضه عدت ذاك، سواء في المعارضه ولا في الاغلبيه ما شفت شيء من ذاك كامل. وهذا لا ينعت انهم الامور ما زالت عندهم الا بالبرود، ما فاتوا هاتوا شحوا حتى. طيب هو على الاقل في الملف. على كل حال سمعنا مثلا حزب التواصل قبل اسابيع قال انه عنده برنامج نضالي، انه هذا البرنامج النضالي من ضمنه مسيرات، وهذه المسيرات منعت من الترخيص من قبل السلطات. في نفس الوقت كانت هناك ترخيص لانشطه للحزب. نحن ما نقدر نعود حكم بين احزاب سياسيه موجوده وتمارس وزاره الداخليه. هذا من المسائل الاساسيه، من المسائل الاساسيه لتطبيع المشهد السياسي. ان منين يطلب حزب سياسي وزاره الداخليه شيء وتبالوا عنه، عندها ما تبرر به ولا ما هو عنده، قد يشكي منها قد يشكي منها غير ما يقوم لنا احنا ويقول احنا ما نافعين بشيء. هذا قرار اداري وشيء تطعن فيه القضاء. وزارة الداخلية وزارة سيادية، يعني وزيرها وزير السياسي. منين لاك موضوع آخر. عندهم المعارض، عندهم البرلمان يقدروا يعيطوا فيه، يقدروا يسألوا قدام البرلمان لماذا ما رخص لهم مسيراتهم، وأعتقد أنهم عدلوها. غير منين يعودوا الموضوع، يعودوا طاعنين في القرار الإداري ظاهر لهم أنه ما هو مبرر، لا في شيء القضاء. هو ياك نطبع على التعاطي، ما هو لا في الإعلام، ما هو لا كافي نقول اني طلبت مسيره وانها ما رخصت لي. قد تكون المبررات الداخليه مقنعه، قد تكون مبرره مسببه عندها قد يعود مبرراتها، لكن احنا ما نعرف له شيء، خاصه اذا عاد فهم جانب يتعلق بالامن. نحن دائما اميل مع نجاح ديننا ان منين يعود لا يعود شيء مساسي بالامن ولا شيء اكيد. والامن العام مفهوم الامني ومفهوم الصحي بكامل المفاهيم، ورانا ما ناعرين على وزاره الداخليه في ذا الاطار. يقير نبقوا حزب منين ترفض وزاره الداخليه مسيره ولا ترفض نشاط، يطعن في قرارها الاداري. يسوى صار مكتوب ويسوى مقيول شفهي ويسوى مسكوت قرار 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 بالسكوت. عنده القضاء ويكسى على يتعود فم جهه معروفه. طيب تتبتف هذا. استاذ راس نعود الى مساله الحوار السياسي. قبل نحو سنه تقريبا اعلن عن بعد كانت فتره ينقال فيها عن النظام انه ضد اي حوار جديد انه لا يرى ضروره له، انه الانسب هو سياسه التشاور. بعدين انتقلنا الى مرحله انه الحكومه او النظام مستعد لاجراء حوار سياسي، ولكن ايضا هذه الرغبه في الحديث عن الحوار السياسي ايضا لم تتقدم اي خطوه عمليه. برايك لماذا حتى الان لا يوجد حوار سياسي؟ هل لان الحكومه كما تقول بعض اطراف المعارضه غير جاده فعلا في احداث في الحديث عن حوار سياسي؟ ما نعرف، انا ماني ميال شو الاتهام.
خاصة في المسائل الاختيارية ما هي مفرصة على حد. الحكومة ما يسأل أحد الحوار، والأغلبية ما يسأل أحد الحوار، ولا المعارضة ضبطا. إذا هذه مسائل اختيارية نتوجه لها بإرادتنا، ودي تعود ما نعرف الأطراف اللي أنا ما كنت ماني داخل التفاصيل، ماني موجود داخل التفاصيل في الملف. يا غير نعرف ان الناس اللي انا اسمعها تقول انها تبقي تحاور، هو اذا عاد فم عقبات معناها انها ما زالت عاكفه على تذليلها. يا غير شخصيا اميل للحوار. الحوار عنده مفهومين، عنده مفهوم حوار عادي من اللي يدور في البرلمان، يدور في المشهد السياسي كامل، يدور عبر وسائل الاعلام، يدور هذا، وبين حوار اخر أنا بالنسبة لي لا بد أن تعود فهم متكئ أساسي هو تعود موجودة فهم أزمة. وإلا نعود من نعود ولا نتحاور بالشكل اللي كانت فيه الأزمات بنفس الطريقة اللي نتحاور فيها في الظروف العادية، لكن أنا ماني عالم بأزمة تبرر حوار بالمفهوم الثاني. اسمح لي فقط أنا أعرض لك ما تقوله بعض أطراف المعارضة في النهاية، أنه في النهاية لا العكس، أنه عديد من أطراف المعارضة تعتبر أنه لا تزال هناك الأزمات الأساسية التي كانت تعيشها موريتانيا ما تزال كما هي. ملف أنه لا تزال لديها مشاكل اجتماعية، لا تزال لدينا مطالب تتعلق بالحريات العامة، تتعلق بتعزيز الديمقراطية، من مثل أنا نبقي لمثيلة نبقي أمثلة محددة من ماذا من ذا اللي دور يحاور حوله وما يدور حوار. أنا من يقولوا هاي تحاوروا ونقعدون تحاوروا حول الوحدة الوطنية، هذا بالنسبة لي لا معنى له. بيديها ما بيدي هذا ثابت من ثوابت البلد، المفروض إنه محسوم، المفروض إنه كامل ماشيين فيه، والمفروض إنه ما نختلف عليه. ولكن في إشكال، منين يعودوا في اختلالات معينة؟ يلا هذه الاختلالات هي يلا نقولوا مثال كذا كذا، نطرح هذه الاختلالات هذه ونتناولها بالتفصيل. هذا ما في شيء ويتواسى كاع ومد ما تشحد. هذا هو المقصود، ما تشحد اختلال. غير هذه الاختلالات انا ما سمعت حد يتكلم عنها. انت ما سمعت عن المخلفات العبوديه وانها تحتاج يتم حوار بشانها، انه فيه تفاوت اجتماعي، فيه مطالب اجتماعيه في العالم كامل، قضايا حقوقيه مطروحه. هذا في العالم كامل، العالم كامل فيه تفاوت اجتماعي، في قضايا من ذا النوع، قد لا تتطلب حوار سياسي. لكن هذا بنفس الحده. هذا يتطلب سياسات عند وزارة الشؤون الاجتماعية، يطلب سياسات عند 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 تآزر، يطلب سياسات، يطلب حوار، يطلب نقد سياسات. هذا الخلطة عندهم سياسات في هذا النظام، والحكومة عندها سياسات للقضاء على الغبن، القضاء على 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 على, على التخلف، القضاء على التفاوت الاجتماعي، القضاء على آثار العبودية ومخلفاتها. هذا هم ضمن برنامجهم. يلا نسمع نقده، نسمع حد يمرق منه الأصبع يقول إنه ما هو صالح، يقول إنه ما هو خالق، يقول إنه في اختلالات معينة. وبالتالي من هون من ذا التباين بين خطابين والتمايز بين رأيين واستراتيجيتين، أنا قد نفهم إنه يحاور حوله. غير أنا الخلطة اللي سمعت برنامجهم ما سمعت حد آخر مرق منه الأصبع من الجهة الأخرى. إلين نعرف إن طيب بيانات معارضة اللي دوريا نسمعها تنتقد ملفات الفقر. أنا وأنت سياني فيها اللي أعطيني هم ما ينتقدوا ملفات الوحدة الوطنية، وينتقدوا ملف تآزر وطريقة التسيير، وينتقدوا قضية توزيع المبالغ بشكل مباشر، إنه هذه سياسة ليست سياسة. لكنه موضوع حوار سياسي. ما سمعتك؟ هذا موضوع حوار سياسي. هذا يفندوه يمرقون الأصبع ويشوف الصبح الناخب. هذه من الثغرات اللي ممكن تستغلها ضد خصمك وتروق بلو في الانتخابات الجاية. تنعت انه سياسته من هون فشلت، وسياسته من هون كانت خاسره، انك نصحته وقدمت له بديل، وهذا هو. والصبح الناخب لا ينعر عليك انت من يعود اللي قايل. ملفات حوار سياسي ليست هذه التفاصيل فقط. ليست هذه التفاصيل، ملفات حوار سياسي ما يتعلق بالمدونه الانتخابيه، تتعلق ملفات عديده يعني سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، هذا فقط مجرد امثله. جيد، لا نقول مدونه انتخابيه، شنو هي مآخذ المعارضه على المدونه الانتخابيه؟ لا، هي ليس بالضرورة هناك مدونة. المعارضة تريد أن يكون هنالك كما ينص على ذلك القانون، أن يكون هناك تشاور مسألة المدونة الانتخابية. العادة عندها هي رؤية فيها تطرحها. أيضا الملف السياسي ما هو خاص بالمدونة الانتخابية. أنا لا أعطيتها لك كمثال فقط. أنا زاد قابلها. أنا قابلها لا كمثال. المدونة الانتخابية شنو هي النواقص اللي عندنا في المدونة الانتخابية؟ أنا بالنسبة لي إذا عاد فهم نواقص ونعرف فهم نواقص ما هي أكبر من قدها، لا تستحق حوار، تستحق حد يقدم مشروع قدام البرلمان،
يجيب مشروع، يجيب مشروع قانون، إلى عاد نواب يجيبوا مشروع قانون، إلى عاد تغلبية تتقدم زادية مشروع قانون تطلب من الحكومة تصحيح بعض الاختلالات اللي هي فيها. احنا عندنا 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 واسمه عندنا اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، عندنا منظومة انتخابية متكاملة. نقدر نختار هذه المنظومة الانتخابية أيضا تواجه اتهامات لها خلال الانتخابات الماضية ربما كما تبعت ذلك سواء خلال 2018 أو 2019 بأن هذه أجهزة منحازة، هذه أجهزة غير شفافة، فيها الكثير من التزوير، فيها الكثير من تدخلات من الإدارة إلى آخره. نحن تتعلم ذلك. نحن الله نحن أيضا فاصل دائما بين كلام الزرق كام كلام الحملات منين نبقى وحدنا ويوفاوا الانتخابات وينطوا ملفه ويوفاوا كامل ونعدوا فعلا لا نقعدوا. ما فهم حد ضد تصحيح الاختلالات اللي عاد موجوده في المدونه الانتخابيه. يقال فهم فرق بين دعاوى الاطراف السياسيه كلها بعضها ضد بعض، وبين انا اللي قد سمعت من شي جدي هو خلاف جوهري وارد كامل، ما في طرف ما عنده فيه الحق حول تعديل اللجنة المستقلة للانتخابات، طريقة اختيار أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات. هي نص عليها القانون، وكان هنالك أيضا تجاوز القانون في مسألة تمثيل المعارضة فيها خلال الفترة الماضية. سواء في ما نعرف كانوا تجاوز للقانون به. لأن القانون هي نص على تمثيل المعارضة، المعارضة لم تكن ممثلة. المعارضة كانت ممثلة؟ لم تكن معارضة ممثلة. ما هي فلان وفلان، المعارضة ذاك اللي يقول أنه معارضة. المعارضة أحزاب، أحزاب ممثلة في المعارضة. المعارضة أحزاب. ذي الأحزاب ذاك الجيم من هو مثل والآخرين لم يأتوا أو رفضوا. إيه لا ما رفضوا، عندما تقول لي أكبر حزب معارضة غير ممثل في لجنة حنيني بما خالف القانون هذا ما يقدر يعود شيء موافق القانون. شوف هو فرق بين احنا هو مشهد كنا عايشين، وأنا قلت لك إن أطرافه كلها محب، أنا باني مدافع عن وضعية، أنا قلت لك إنه أحزاب المعارضة تمثل شيء منها وبقى شيء منها، هو اللي آبي يجي والله ما توافقنا معاه في كل فترة، والله قلنا ما تحاورنا معاه. أليس هذا مخالف القانون نص قانون لجنة الانتخابات؟ لا ما هو مخالف، نص على تمثيل المعارضة. تمثيل المعارضة قال ما نص على تمثيل حزب فلان وفلان، نص على المعارضة جاوبنا أحزاب معارضة ويعتبر كانها ممثلة. معارضة ايش قبل قرأتها؟ يقر قبلها أحزاب منها وغابوا منها أحزاب. هي قالت شوف هذا نعطيك مثال اخر عليها قريب لك من ذلك. مثلت في احزاب غير ممثله في البرلمان اصلا تحت صفه انها احزاب معارضه. ممثله في البرلمان لم تكن ممثله في البرلمان. ممثله في البرلمان حزب التحالف الوطني لم يكن ممثله في البرلمان. كان ممثل بعد في البرلمان وكان ممثل فيه وكان ممثل في حزب الوعي. لا قبل 2018 لم يكن ممثلا في البرلمان. كان ممثل فيه بعد حزب التحالف، كان ممثل فيه بعد حزب التحالف، ما قد غاب عنه تحالف بعد تحالف. انا اقصد حزب التحالف الوطني وليس حزب التحالف الشعبي التقدمي. يعني حزب التحالف الشعبي التقدمي وانا اقصد اعرق في المعارضه من الاخر وممثل. استاذ انا محل ملاحظتي حزب التحالف الوطني الذي يقوده النائب السابق. يقير التحالف الاخر ممثل؟ اعرف ولكن ممثله احزاب اخرى على انها احزاب معارضه وهي غير ممثله في البرلمان. هي ممثله بعد في البرلمان. الاحزاب الممثله في البرلمان باغلبيه معارضه. هي ممثله في البرلمان. هي ممثلة في البرلمان، شفت أحزاب المعارضة جاءت كقطب توافق شيء منها. المشكلة داخل المعارضة ما هي مع الناس الآخرين، أنت ما تقدر تجرى رقاش ويجيبوا تجروا، إياك بالتمثيل هو قاعدة التمثيل ما هو مقتنع بها. أذكرك فقط ما قالته المعارضة ولن نتجاوز هذه النقطة لأنها ليست أساسية أو في جزئية جدا. ما قالته أحزاب المعارضة حينها أنه النظام يعني استغل اسمية أحزاب تقول إنها معارضة وهي في الحقيقة داعمة للنظام وداعمة للسياسات. وغيب احزاب المعارضه الحقيقيه بما يخالف نص القانون. هذا ادعاء بامكان كل حد يقوله، يا غير بعد لا يسمعوه للرئيس مسعود، يسمعوه للرئيس بويدل، يسمعوه لاحزاب عريقه في المعارضه، ولا قد قدمت لك الاحزاب اللي ما جات المعارضه اكثر من اللي قدموا لها هذا، ولا هم عرق فيها من هؤلاء الاحزاب، وظاهر لهم هذا جاوا واخرين ما جاوا، الازمه داخل المعارضه، يا غير قاع. نحن المشكلة عندنا ما هي ما هي ما هي العودة إلى اصطفاف سياسي فايت، احنا القضية عندنا أن هذه من المسائل اللي عليها الخلاف، طريقة اختيار أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات في جوهرها كل طرف لا يعود محق فيها، في جوهرها في طريقتها في آليتها. هذا ممكن نتحاور عليه مسألة الحوار السياسي. إذا أنت برأيك أنه لا توجد ضرورة لإجراء حوار سياسي، لا توجد مطالب حقيقية تقتضي أن نجري حوار سياسي، إذا لماذا قبلت برأيك الأغلبية خلال الفترة الماضية وتحدثت عن تشاور سياسي أو حوار سياسي خلال أنها مستعدة له؟ أتكلم لك رأي شخصي.
أقول لك عن رأيي الشخصي. أنا بالنسبة لي لا، بالنسبة لي لا أرى قضايا كبرى تستحق تنظيم حوار وطني شامل حولها. الحوار من حيث المبدأ مقبول ومطلوب، هل نعود واضحين فيه، ولا ضد حد ولا لا يعود حد ضده. يقير فين فرق بين أن نتحاور؟ شنو مقترحك في طريقة تسهيل العلاقة بين المعارضة والنظام في المرحلة المقبلة لو افترضنا أنه لا توجد ضرورة لحوار سياسي؟ الطريقة العادية، إحنا لا نتحاور ولا مضايقين. إحنا لا عندنا حوار وطني يوحي بالبلد في أزمة وقاعدين تباركين راجعين المربع الأول، والله نعود. لا، هو في وضع طبيعي. الوضع الطبيعي هو أن نتحاور من خلال المؤسسات، نتحاور من خلال وجودنا، من خلال مؤسسة المعارضة، نتحاور من خلال البرلمان، نتحاور من خلال المجالس الشهوية والمجالس البلدية في الملفات طيب السياسية. نتحاور حتى النظام حريص على رأي المعارضة، لماذا لا يريد أن يقدم حوار سياسي وأرضية صلبة لهذا التفاهم؟ يريد فقط أن يبقى لقاء يعني ثنائي. المعارضة تصف منه على العلاقات العامة، يعني يجريها النظام، يجري لقاءات مع قيادات سياسية فقط ولا يترتب على ذلك شيء. إذا ما فائدة هذه اللقاءات السياسية؟ ما فائدة التشاور السياسي؟ هو الأصل، الأصل في العلاقة بين الأغلبية والمعارضة في أغلبية تحكم، وفي معارضة تنتقد، تراقب، تلود التحكم. لا تساوي هو وجودها في الخلطة في السلطة، ما هو بدي. فمعارضة دور بلهم ولا تقد الدور بلدهم، وهي وهما عاملين هاك باللي منين يعود اللي كامل اللي كامل يعدل النظام راضي عن المعارضه. المعارضه ما عندها شيء جايه بيه الناخب الصبح الدور بها اصواته به. انتم هذه الخلطه كنتم تكتبون شيء واحد. الاصل هو سيد رئيس، نحن لا نتحدث عن سويسرا او احنا نتكلم عن المطلق. نحن نتكلم عن المطلق بقدر ما نحن في موريتانيا بحاجة إلى أغلبية قوية تحكم، بقدر ما نحن بحاجة إلى معارضة قوية تراقب، تنتقد، وتحرك، تشكل محرك للمنازلة السياسية والصراع الاجتماعي اللي هو اللي ضروري إياك تستمر الحياة. منين يعود ذاك ما هو خالق؟ خالق قال لا نعود نتحاوروا كأطراف. أيوة، منين نتحاوروا ونتوافقوا؟ احنا المفروض النار مالنا اهم شيء متعاقبين عليه، والنقاط اللي متعاقبين عليها نقدر نحدوها. يا قريال تعود عناوين محدده وبارزه في اللي يستحق. احنا خالق شيء ما يستحق تعديلات دستوريه، خالق شيء يستحق انه من تقنع به السلطه التنفيذيه تعدلك به مرسوم، موضوع المرسوم، مجال المرسوم، خالق شيء مجال القانون تقدم لين تتحاور مع الاغلبيه وتشاور عليه يقدر يغير بدقيقتين عند البرلمان. في انتم اغلبيه وفي انتم الاخرين كمعارضه. طيب قد يغير. سيد الرئيس، نعود الى مساله محاكمه العشريه. العديد من اطراف المعارضه تقول انه مساله تعاطي مع ملف العشريه او محاكمه رموز العشريه شهدت حاله انتقائيه، انه الملف تم تقليص عدد المعنيين به الى اعداد محدوده ويكاد ينحصر في شخص الرئيس السابق وبعض المقربين منه، وبالتالي نحن لا الموضوع لا يتعلق بمحاربة فساد بقدر ما هو تصفيد حسابات بين النظام الجديد مع الرئيس السابق وبعض المقربين منه. هذا ما نعرف، هذا من سهل انه ينقال، يقال من صعب اثباته. اللي مسار الملف الى الان، انا ما اقدر نعود بين نارين، واحد يقول لي ان الملف متهاونين فيه ولا ملف تعديل ولا هو مهم، وواحد يقول انه لا الملف تعديل حق غير في اطار استهداف سياسي وشخص معين. الملف بدا من البرلمان وبدا من اقتراح من المعارضه وبدا برلمانيا وانتهى قضايا، وبالتالي تحميل السلطه التنفيذيه مسؤوليه شيء فيه انا ما نقدر نستوعبه. توف بيلي هذا الفعل اللي عدتم شقرينه ومعدلوا القضاء، وانتم بامكانكم تتقدموا قدام القضاء، بامكانكم تجوا كطرف مدني، بامكانكم تمارسوا كافه وسائل التخاطب مع القضاء في الموضوع اللي هو، وتقولوا له غير انكم تتعاملوا معي في ملف مطروح قدام القضاء، وفي النهايه الانتقادات موجهه للسلطه التنفيذيه، هذا يسبقوا شيء يسبقوا تقولوا ان السلطه التنفيذيه دخلت في الملف.
قابل ان شيء ايش قالتكم عليه وان القضاء اتهم جاء شيء من الاسماء الاوصاف وقع ما جاءت اسماء جاء شيء من المناصب وانه اتهم شيء منهم وبقى عليه شيء مع ان اي ماده طبيعيه يلا تعود اميل هي الى 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 عدم الاتهام. انا كمحامي نختار النيابه العامه منين جهه مي تلقى اذا قدرت ما تتهم منها حد زين عندي. طيب هذه الاتهام ما هو بالضروره هذه 40 مليار اللي نهبت من اموال الشعب الموريتاني وفق بيان النيابه العامه وفق النيابه العامه قال انها نهبت قالت اتهمت بها مجموعه من الاشخاص وعلى راسهم الرئيس السابق وبعض المقربين. وهذا يدل على انه التحقيقات ما تزال جاريه ونسمع على الاقل من خلال الاعلام انه فيه اعداد ومبالغ اكبر. الا يستحق مثل هذا الحجم من المبالغ وهذا الحجم من الموارد الا يستحق فعاليه اكبر واداء اسرع للاجهزه المعنيه بالتحقيق في ملف العشريه بدل هذه الحاله اللي نعيشها منذ سنه؟ انا كمحامي رئيس سابق تحت الرقابه القضائيه يطلس هنا يسجن عمليه يعني بعيده كل البعد عن الفعاليه والانجاز. انا كمحامي نبقي بعد القضاء يسرع حركته ولا نبقي بطء التحقيق ونبقي يحسن بالعجله وان كانوا القضاه ميالين الى البطء بطبيعتهم يقولوا هلاك يقولوا لك انه ما يضروا قاعد خارج مدة تقول خارج شيء ما يضروا البرود حتى هم القضاء بالنسبه لهم ما يضروا البطو زاد هو البرود فيه ضروري هو ذاك مفهوم قضائي ونحن فيه كحكم نعودوا شهر القضاء نعودوا جهتين متباينات قاضي يبقي التأني يبقي الاعتدال في اموره يبقي ونحن كاعوان قضاء عندنا مده ندافع عنها ونبقوا ينحسن بالعجله وهذا طبيعي. يقول هذا شهر القضاء ما هو شغل السلطة السياسية. هذا شغل القضاء، وأنا معك وندور ونطالب معك القضاء في أنه يسرع وتيرة الملف وأن التحقيق يلا يعجل به وأنه غير ماني معك في توسيع دائرة الاتهام. بيدي كمحامي ما نبقي توسيع دائرة الاتهام. وباش قد وباش قد تتقلص ما تخسر عندي شيء وحتى هذوك اللي يوجههم الاتهام أقل علي نسمع أنهم يبرروا. هذا ما فهم حد. طيب هي هذه ما فهم حد مستهدف. احنا ندور هذه الاموال التي اتهمت بها وزاره اتهمت بها النيابه العامه اشخاص محددين يعني تلقائيا هنالك من نهبها هنالك من اختلسها انتم اصدر لكم حكم فيه؟ انتم هل جاكم حكم فيه؟ انتم قستوا القضاء؟ احنا جانا بعد عنها اتهام عنها نهبت عنها اخذت فهم اتهام قال ما فهم حكم لا تعجلون على الحكم. منين يفوت يصدر الحكم؟ ديك الساعة راح نقيموا الحكم من درا كان وكان عادل من درا كان وكان بينات لكن عندنا نحن من التقييم اللي متاح لنا من التقييم نحن كمواطنين عاديين متاح لنا من التقييم راح نشوفوا المتاح للمتخصصين هم اللي ندور نسمعهم. هنالك من يقول ان مصير المسطرة القضائية الحالية هو تبرئة المتهمين او اغلبهم وممكن ان يرسوا الامر على شخص واحد شخص الرئيس السابق وبعض المقربين من شخص او اثنين من المقربين منه وبالتالي كل هذه الجوقه كل هذا الحديث بين قوسين هو في النهايه في اتجاه شخص واحد تحمله مسؤوليه عن عشريه كامله هنالك كل يتحمل معه مسؤوليتها بما في اركان نظام السلطه. تكلمني عنه كانه واقع هذا شيء من تخيلات واحده هذا واحد قاعد يطرح شيء من الافتراضات ويبقي هو يحوله الى واقع منين يعود لا حد وحد راسه تخمامه هو في راسه ما متكلم له حد فيه يقير نحن اللي نتعاملوا معه لا من يعود امر واقع. منين فعلا صدر القضاء قرار من هذا النوع ونشوف انه ما هو مبرر ندور نتبارك ونشوف نوجهوا الانتقادات بالطرق المالوفه لذلك ونعتبر منين معه يقير القضاء ما مازال يحقق ولا فات الملف قاس محكمه والمحكمه ما هاد قعدته ولا فات صدر واذا صدرت لا يصدر حكم ابتدائي قابل انه يسانف وذاك لا يسانف لا يعود ملي قابل انه يقدم فيه طعون قرين. هذا المسار كامل لين الغو يقعد واحد ويجيب هو تخيلاته ان هذا الواعدين لا راعي لا ينحسموا لكم على نظري. لا لا تنبؤات انا ما نتعامل معها سيد الرئيس هنالك مخاوف لدى المواطنين هاي المخاوف وهي انه نحن لا نستطيع ان نتحمل انه تم كل نظام جاء حاكم النظام اللي قبله وبالتالي الاموال التي نهبت او الفساد الذي حدث يتم تمييعه بحيث يمرر من خلال دعاوى انه هذا موضوع قضائي وانه هذا والا في الواقع ان الموضوع لا توجد جديه في استعاده الاموال، لا توجد جديه في محاربه الفساد ولا توجد جديه في مراقبه
الصفقات العمومية أو الموارد العمومية حتى لا تضيع وحتى لا نجد أنفسنا أيضا بعد 10 سنوات أنه أيضا النظام اللي كان موجود أيضا أو بعض الأفراد فيه نهبوا أموال من دون محاسبة. هذا وارد كامل والتخوفات واردة جدا ومنطقية ومعقولة ويتواسى على الله غياب شوف هو الفساد. احنا منين نطالب بمحاربة الفساد معناه أنه موجود يلا يعود واضح. منين يقول رئيس الجمهورية أنه لن يلو وجودنا محاربة الفساد معناه أنه ما يخوض صراع ضد طواحين هواء ولا ضد أشخاص وهميين ضد فساد قائم وموجود وفي كل دول العالم اللي أقوى منا احنا وأقوى منظومة إدارية وأقوى آليات رقابة موجود فيها الفساد من باب أولى نحن إذا ما في كلام. هذا التخوف جدا وارد واللي يتواسى فيه هو قوة تفعيل الرقابة فهمت سواء انتم تبدا منكم انتم الصحافه تبدا من البرلمان تبدا من من من, من المواطن العادي وتجي مؤسسات الرقابه كيف مفتشيات الدوله مفتشيات الماليه محكمه الحسابات هذا كامل كله عنده دور يقير فهم آلية حدثها القانون للتعامل معها تمام قد ترصف على رقابه تقول انه سارق فهم آليات فهم تفتيش فهم مسائل لابد من تخليك فهم فضائح لابد من تنثار ياك يفتح ملف ياك تحرك النيابه العامه الدعوه يقير بعد متعهد النيابه العامه وقاعد التعهد دائما في هذا فهم برلماني قد يسال وقد يحاسب طيب سيد الرئيس هنا ما فهم حد قابل ان الفساد ما هو خالق وحد قال لك انه ما هو خالق لا ضرك ولا يامس ولا ما هي حق خالق وموجود قد يبرك قد يخفف قد تعطي ياس انت اللي كنا نتكلم عنه بالعشريه في التصدي له لا قلت لك انت الجديه قد حاكمها لا انت مالك تحاكم نوايا الناس هذا رئيس الجمهوريه يحاسب لا على ذا اللي اعلن تعهد به الشعب الموريتاني تعهد منه لا يحارب الفساد طيب نحن نسمع عن صفقات تراضي مئات من صفقات تراضي مرفوها تحدث لا هي مرة قلت قال ما جاب حد شد اخبار ما ذاك ما هاي جابر تحدى عن جابر تبعد قبل ايام شوف 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 لجنة شوف شوف اللجنة الوطنية للصفقات عليها راشد يوسر من العمان هو معارض وداير هوك ما منطقي انه داب الجيلاني انه يراعي الفساد له 10 سنوات اكثر من 10 سنوات قاعد هذا بين قبل اسابيع نحن نتحدث عن سنتين قبل اسابيع قبل اسابيع نقول لك يقير صفقات التراضي الناس الاخرى موريتانيا ما هي سرقية كاملة بالتأكيد حد منكم سمع عن ملفات فساد يعلن عنها يطرحها هي أعلنت عنها صحافة غير ما جبرت ما قالت عن 114 صفقة تراضي خلال سنة 2020 ايوه هو مبدأ هو النقطة مربط الفرس مربط الفرس هون انك تقول صفقات تراضي من حيث المبدأ ما هي مخالفة للقانون بيد القانون يتيح صفقات تراضي في حالة يقير منين هي يقير منين يخلق خلاف القانون هو منين الله ينقال هو خالف القانون انا صعلمي نفهم يوسف الصفقات اللي تم الغاءها عندنا ملفات ملفات موضوع تحقيق مسألة اصلا انتم ناس يسيروا دولة وهون عليك هون عليك يقدرك شيء من تتهم بريء في مرده ما يحد وإذا هو جاي من عنده احنا كنا كاصرين لروسنا وللناس اللي كانت هون من قال لك الناس انقبضت والفساد راهم واحدين اتهموا بالفساد وجي قبائل وجي العياط وفي نفس الوقت هو قاعد فساد لشيء اخر. آليات محاربه الفساد معروفه حد يتبارك معاها يفعلها ويشغلها. طيب منين يظهر ان فهم فساد؟ ما يلا لا تقول عندنا 140 صفقه تراضي هذه صفقات تراضي الحاله اللي طلعت عليها بيطلع على تفاصيلها هي ما هي سر هي متاحه. ما يصير نعتبر من مخالف فيها القانون وطلب التحقيق وتقدر ترجع للبرلمانيين يحقوا فيها وتقدر ترجع لاي جهه سوشن يطلب فيها التحقيق وتقدر ترفع دعوه طيب اذا كانت الجهات الحكوميه لا تعترف بمخالفه القانون لا هي اعترافها هي سلطه الاتهام غير فهم جهات اخرى عندها تملك التحقيق فهم جهات اخرى فهم انتم كصحافه تمشوا تبشوا تقولوا هذا الصحافه لا ينشر غير ما شات هذا اخبار ما نشروا ما فاتوا نشروا شيء يسمح بالتعهد تم تقول فضيحه كبرى نقرا عنوان عريض ان في 140 صفقه تراضي ايوه ما نعتبر من مخالف القانون بالمين مخالف القانون بالمين الخالفه عن صفقات التراضي يعني ما هي مفتوحه هكذا تعدل في حالات قليله ومحدده أيوة. بالتالي هني تعود خلال فتره 4 اشهر خرجت فيها 114 معلومات اللي عندي انا 14 صفقه تراضي هذا شيء معلومات قاعد عندي انا انه فهم يوسف من الصفقات وخاصه ملف كورونا انه تم الغائه
وشاوني أرواقيش وقالوا انهم مظلمين من الموضوع انهم تم الغائه. ومنين يجي السلطه التنفيذيه تجي لوزاره الصحه تجي لوزاره الماليه يقول لك انه ما كان انه صفقه، والله يقول لك حقيقي غير هذا الصفقات ما كان ضمن المواصفات القانونيه المسموح بها، ما قدروا يخلصون. طيب هذا اللي يترى فيه الاطراف يعني اسال السيد رئيس سؤال غير بعد ما هو دفاع عن سؤال جوهري. دفاع عن شيء دعني اسال سؤال جوهري. هنالك من وصف النظام الرئيس محمد الشيخ رزان انه النظام يفتقر للرؤيه ويفتقر للخطه، خطه وطنيه، انه تقريبا يسير حاله عامه ولكن في غياب لخطه في الملفات الرئيسيه سواء كانت في المجالات الاقتصاديه او المجالات التنمويه او المجالات السياسيه حتى، نعم لا توجد لديه خطه، هو فقط يسير هكذا. وذا نسمعوا عندهم كل نهار شنو؟ لا وهذا بناء على مؤشرات البرنامج اللي انتخبوه الموريتاني، البرنامج اللي قالوا تعهدات اللي انتخبوا عليها الموريتاني الرئيس، هاي ما هي خطه. ثلث ربع عقب ذلك من الخطط الاخرى اللي المصاحبه لها في الميدان الاجتماعي، في الميدان الاقتصادي، في كامل لا كيف كنت نقول لك قبيل في اخباره واحد مفترض ما زال نتائج محاكماته ما زال في طور التحقيق، واحد يقول لك هو رئيس قدم برنامج انتخابي مكتوب موثق وقدموا له الموريتاني ويصير يقولوا عليه ينقال انت بلا خطه. طيب اسمع يا استاذ الرئيس، هو معناه ما خطه هون ما معناها برنامج انتخاب، برنامج انتخاب في النهايه غالبا كلام عام، مجموعة كلام عام ما هو طبيعي. لا ما هو كلام عام، كلام محدد، هو لا يتحاسب، نحن لا نتحاسب معها عليه. ولا نعرف ذاك التزم النبي ايش عدل منه ايش ما عدل. مثلا اعطيك امثله لعل منين يقول لك رئيس الجمهوريه انه لا يشغل في الخمس سنوات 100,000 يعطي يوفر 100,000 فرصه عمل. ذا تقول ما عنده خطه في التشغيل. وقال لك لا ينشغل، لكن هذا خمس عمان لا ينشغل، ملتزم لا ينشغل فيهم 100,000 رجال. تقول ما عنده خطه في التشغيل. مين يقول لك نوفر في مجال الاسكان كذا من عدد من المساكن؟ يقول ما عنده خطه منين يوفر يمشي في الملف الاجتماعي في ظل الازمه ويتبارك يعدل المؤسسه كيف تآزر ومجالات تدخلها معروفه ومتباركه تتدخل سواء كان فهم تقصير ولا ما فهم تقصير ولا هذا طبيعي كل عمل بشري دور يخلق فيه. هذه بعد خطه؟ تنزيلها صار الواقع ولا ما كان بعض الخطط غير مدروسه هو محل ملاحظه. هي زكاها الشعب الموريتاني مدروسه، هي بتخطط مرحله الدراسه، هي ما تأتي طور الدراسة، هي ما تأتي شعب موريتاني معنا أنت خطة ما حدها مرحلة الدراسة. لاك سابق زكاة شعب موريتاني معنا من عرضت عليه وافق عليها وصوت عليها وقال ذا ولندور فهمت؟ عندك انت عندك انت عن برامج انتخابيه لا انت تفصيل. كان خطه عامه ولا خاصه؟ لا اسمح لي السيد الرئيس منين حين وفي لك منين نفوت مستوى تنزيل ذا البرنامج على ارض الواقع؟ ايوه لاهي نجابره بعد خمس سنوات ولا يعود الرجل عنده خصومه ولا يقولوا له انت تعهدت لنا بكذا ما عدلتوا، وانت تعهدت لنا بكذا ما عدلتوا، التزمت بكذا ما عدلتوا، ذيك الساعه الناخب هو الحكم. طيب قبل خمس سنوات على الاقل ما تم تنفيذه الان هو محل نقاش. في مد راضي عن مثلا ما في مؤشرات تدل على انه غياب الرؤيه هذه مثلا نقطتين على سبيل المثال. نقطة يا بروي بعد قعد خالق انتم بعد قعستم افطنتون بيلي هذا تفهموا من خلال البرنامج الانتخابي مثلا قولوا هذا البرنامج اللي جبت لنا مو لا ما عنده رؤيه اللي ما غايبه عن الرؤيه سابق تزرقوا له غير مين تزرقوا على رؤيه معينه على برنامج معين وترجعوا تقولوا هذا الراجل ما عنده خطه لا عنده رؤيه لا يوجد تعارض هو ممكن الناخبين يعطوا الرؤيه والخطه موجودين نتوافقوا عليها يا غير تنزيلها على ارض الواقع ذاك هو اللي قد والله نتكلموا فيه فهمت غير ما نقدر نقول ان الرجل ما كانت عنده خطه ولا كانت عنده رؤيه وفي نفس الوقت انا زرقت له فهمت يا غير كانت عنده بعد رؤيه وكانت عنده خطه يا غير فشل في تنزيلها على ارض الواقع بنسبه كذا بنسبه 50% بنسبه 10% والله حقا قاعد غير مدروسه مثلا موضوع توزيع المبالغ الماليه خطط غير مدروسه تفصيل ضمان ما احنا متوافقين عليه اعطاء ضمان لاشخاص من دون مستشفيات انا بعد زين عندي مستشفياتك اللي متاح من هوتو انا ما قدر حاني ترد عندي 200 مستشفى قطاع صحي غير الضمان الصحي لهذا الرقم بمعنى انه تنفيذه غير ممكن ذاك رايي نحترمه يا غير فهم راي اخر هذا هو اللي دل به غياب الرؤيه غياب تخطيط ما هو غياب الرؤيه ما احنا متوافقين عليه فهم رؤيه بعد وفهم خطه بعد انا منين تجبر 600,000 من الناس الضمان الاجتماعي ما هي 100,000 فقط وليست 600,000 لا 600,000 شخص 500,000 لا هي 100,000 أسرة هي 100,000 أسرة نعم. اللي هي 600,000 شخص نعم. فهم 500,000 شخص كانت موجودة ما عيني على ذاك اللي كان موجود أنا عيني على ذا اللي دار كاتيا هي 100,000 100,000 أسرة نعم. اللي هي 600,000 فرد
تقديرات انها تزيد على 600 الف ارتيال، هي 15% من سكان البلد. فهمت؟ من انتاج بار التامين الصحي. بتوضح هي 100 الف سيد الرئيس حتى لا لا لا, لا انا متاكد من معلوماتي، هي 100 الف اسره. نعم. اللي هي 600 الف فرد. يعني كل اسره معدلها 5 الى 6 اشخاص. فهمت؟ هذا هو المعدل المقبول، هي 600 اكثر من 600 الف رقاش. و 100 الف اسره. فهمت؟ وعلى مسؤوليه الرقم. فهمت؟ هذه من انتاج بار التامين الصحي. نختار هنا عن تبقى مع جبر التأمين الصحي. لا تقول لي المستشفيات، المستشفيات هي كانت هي 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 على الورق هي وغير موجود على أرض الواقع. إلا أشبه لها بعد من من من, من تعود ما عندها تأمين صحي. هي بعد هو بعد ما تقول لنا وجود حصول رقاش. طيب واحد على التأمين الصحي غير قابلة للتنفيذ. لا قابلة بعد التنفيذ، قابلة بعد التنفيذ. ناس رعيها وعد المستشفيات الدواء. من أين الكلام أن يورد هذه أن يوفر هذه المبالغ لي؟ لا ما فات ما فاتش. لا أنتم ما هو عليكم؟ أنتم منين يجيكم مواطن يقول لكم أنا عندي ضمان اجتماعي ومشيت وارتدت بطاقتي والله ما قبلت عن شرج والله هذا هو يكسى على كلام. غير من يعود من يعود مدى فاعليتها مدى قدرتها على التنفيذ. لا لا قدرتها موجوده. شوف كنا ما عندنا فاضل. فهمت؟ وكنا مملي. لا لا مؤسسه مخلصتها الدوله على الدوله هي اللي مخلصه على ذا. كنا ما هي جايبه ذا من راسها. كنا مخلصتها الدوله على ذا. فهمت؟ وموفره لها فاضل. الدوله هي مخلصه عند الناس هذا. كنا ما عندها فاضل اعطيت هذول الناس. كنا ما اعطيت تبيع ضمانه. التفاصيل ومحل ملاحظه انه هذه الخطط بدت وكان خطط غير مدروسه. أن الحكومة في النهاية تريد أن تنجز أي شيء فتقوم على فتنجز مبادرات غير مدروسة. لا لا صحيح لا أنها لا مفيدة وأنها بل ضرورية جدا لكن غير مدروسة بشكل كامل. لا مدروسة توفي هي قاع من حيث المبدأ، هي من حيث المبدأ رواية مطلوبة. احنا ندور التأمين الصحي للموريتاني كامل لأن جبروا لها 15% منهم. ما نقدر نقول نقولوا انه ما يصح. ويلا تعود قضيه دعائيه. نحن نقول ان من 100,000 شخص قال نحن في الواقع قاع الواقع قاع ما نوفر لهم تامين حقيقي. هو شعار فقط. هذا لا مفترض. لا كيف خلطه المحكمه. هو لا مفترض لانه الخطه بس زالت لا خطه. هو منين ستدخل حيز التطبيق؟ شوف الناس تمشي يمشوا لك الناس اللي قطعت لها الدوله عندك نعم وفرت لها التامين الصحي ويقيسوا المستشفيات ويقولوا لهم خلصوا والله يدير عليهم تكاليف والله يزيدوها عليهم. لكن بلاد كلام. منين يعود هذا المبدا من حيث الاعتراض عليه؟ طيب سيد الرئيس عندي سؤال اخير لابد ان اطرحه لان الوقت انتهى للاسف. هنالك من ينتقد على الرئيس محمد والمحامي انه كان يدافع عن نظام الرئيس محمد العبد العزيز بشكل شرس وقوي وفي نفس الوقت بعد ان انتهى من السلطه بدا ينتقده ايضا بنفس الشراسه ونفس القوه. لا هو هذا لا عاد هو علاقتنا بعلاقتي انا شخصيا بمحمد عبد العزيز وعلاقتي بالنظام اللي كنت فيه هذوما وزواج ماروني. هو ما انا ما كنت اشتغل عنده. احنا كنا نخدموا دوله وكنا نخدموا نظام. نتفق احيانا في سياسات ونمشوا فيها وندافعوا عنها بعد. ما دافعنا عن الفساد اللي مفترض انه يقعد خالي. انتم كنتوا تنفوا انه موجود هذه المشكله. لا ما كنا ننفوا. لا ما كنا ننفوا. ما قطعنا حد ينعتونا. نحن ذاك اللي كان يهيشم من الفساد ما قطع حد فيها. بالعكس انا عندي تصريحات موثقه بالصوره وبالصوت ان فعلا في فساد ونخالق في فساد. يقال للامانه ما هو اللي بعد ذلك مطروح ما كنت عيني على اللي ذلك مطروح. لو كنت متاكد منه والله خارج عندي منه شيء ما نمشي في ذاك النظام. فهمت؟ يا غير كنت نقول في فساد بعد وان نحن نحاربوا فساد قائم وموجود ولا قط الدعاين الموريتاني خالي من الفساد. يا غير علاقتي بالنظام علاقتي باي علاقتي اي سياسي باي نظام مش فيه منين نمشي مع جماعه ما حد معاها انا وهي راهي ندافعوا عن ذاك المعدلين في البلد ومنين نختلف هم اللي طبيعي انك كنا ليتهم مره قبل اصبع من ذاك الاخر. احنا ما بين عقد ابدي ولا ان وبذا المنطق هو منين يعود كل حد قط قرش واتفاق سياسي مع حد فرض عليه تم مسودي في زمن كامل يلا يعود هو عند كتاب علي بن محمد فال معاويه اللي جابوه اصلا وعدل عليهم انقلاب. يلا يعودوك عند كتاب الرئيس محمد قنا والهيدالة. يلا يعود المصطفى محمد سالك مازال وراء المختار الدادة. يلا يعود المختار الدادة مازال وراء قاعد عند كتاب المختار الياحي انجاز. هم يدافعون عن الانظمه انهم النظام يقدموه على انه يضيفون عليه صفات مثاليه ثم يصفوه باشنع من انا ناطق رسمي باسم الحكومه كنت. اتكلم عنه ما هو اسم محمد بن محمد. اتكلم عنه ناطق رسمي باسم الحكومه. بلي ما هو المعارضه؟ انا من عندنا تقاسم في الحكومه انتقادها ما هو مسؤوليتي انا مسؤوليه المعارضه انا مسؤوليتي تلميعها لاني جاء حد ولاني لا ما هو قبلت بالمسؤوليه ولكن ايش انا ماني مطرح معك راي لكن انت في الصف الاخر انت معارض انا جاي نعدل لا انا اتكلم عن المواطن اللي يشوف سيدي محمد المحمود المواطن انا كان يزرق لي صوره مثاليه المواطن انا كان ينجحني ويفشلكم انتم
ما كان ما كان ما كان ما كان ضد هذا. يقر المواطن انا مشيت في النظام له على اساس خدمه النظام، على اساس ان لهنا على اساس ان لهنا لا نحارب الفساد، ما شحذناها وقلناها لفوق وتخلينا عن الاهل وتخلينا عن الاصحاب وتخلينا عن الاقارب بين اللي في اطار حرب الفساد. يقر منين يفوت يظهر ان ان ان, إن كنا نقول ما هو حق عندنا. هو المسؤوليه يا الله سعود واضحه ولا تزل وازره وزر اخرى، يلا يخلصوك الفسدوا منا. فهمت؟ بين اللي نحن تعاهدنا قدامكم كاملين الموريتانيين ان يحاربوا الفساد. حق والله كذا. وقفنا نحن ومحمد عبد العزيز واحزاب سياسيه ومشهد سياسي عريض جدا. المواطن لا يريد ان يخدع اكثر من مره. انا اتكلم لك ما هو المواطن، انا اتكلم لك عن روسي، انت مسويني عن انت مسويني عن راسي، ما انا مسويني عن المواطن، انت مسويني انا عن 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 ذلك انت نعدل شنو؟ انا من نفسي تعهد قدامكم وفوق ومعايا يوسف من الرجاله في محمد عبد العزيز والعليات وفي يوسف طيف سياسي كبير وتعهدنا قدامكم محاربه الفساد. اعطيتونا عليها 52% 2009 واعطيتونا عليها شيء اكثر من ذاك 2014. نفس الخطاب اللي جينا ب 2009 جينا ب 2014. هذا هو اللي نحاسبه عليه؟ منين نعود وفسدنا ينقال لنا ذاك منكم اللي فيه هذا في العالم كامل راه ما هو خاص موريتانيا؟ هذول كانوا حاكمين فرنسا من يظهر الفساد لا ينقاس ذاك الفسد ما ينقاس الناس اللي كانت معاه؟ جاك شراك منين يتهم في الفساد؟ يتهم جاك شراك ما يتهم وزير اعلامه؟ ساركوزي من يتهم في الفساد؟ يتهم الشخص اللي متهم في الفساد ما يتهم وزير داخليته ولا وزير اخر. المشكله انه هي ما هي قضيه اذا نظام؟ تحولنا الى نظام جديد ايضا نضفي عليه الصفات نفس الصفات. لا لا وبعدين اكتشفنا ان هاي النظام ايضا فاسد. شوف لا 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 انا ما هو مشكله عندي. مشكله عند الناس اللي عندك مشكلتي، انا ما هي مشكله عندي. انا سياسي ماني واعظ ولاني ما مسيد ولاني زاهد. بعيد منها. فهمت؟ واخطئ واصيب. الموضوع بالنسبة لك خطأ وصواب. منين نعود ولاني مبرأ راسي من الخطأ ولاني عاصم راسي. يقير منين نقعد؟ نقفر عليا. أنا وأنتم هاتين متكلمين. منين نقرر أني لاهي نواجه الحياة العامة؟ معناها أني لاهي أخطئ وأصيب. طيب هل إذا عدتوا شاكيني دخلتي الحياة السياسية أصلا داخلها نبي. إذا عدتوا شاكين داخلها نبي ما هو داخل. عن نوام الرئيس محمد العبد العزيز. لا هي ما هي قضية الدفاع. هي ما هي قضية الدفاع. ما عندي خطأ. مشيت على اللي تعاهدت انا وشنو رجال عليه منين 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 يظهر انه فينا حد خلي بتعهده ويحاسب عليه هبتو. انا منين عود فسد حنين منين عود عدلت مشيت تعهدت لكم بان يحاربوا الفساد وقفتوا لحقتوني سارق قفلوا علي. قبل انت تلحقونا انا احنا جماعه كامله قبلنا تعهد قدامكم ان لا يحاربوا الفساد وقبل ظهر ان فينا واحد سارق والله واحد ايده خفيفه لا يتحاسب ولا هو الشكر للانظمه هون وهذا اي ما هي قضيه الشكر شفتها مفهوم بدائي هذا مفهوم بدائي وما هي قضيه الشكر ولا العيب هي قضيه حد عنده برنامج لا يدافع عنه طبيعي لا يدافع عنه ولا يدافع عنه بكل وسائله باللي قناعته باللي ظاهر له باللي والداخل به الدنيا منين يعود مؤلمات الظاهر له لا يشرحها وما هو لا فهم ولا عاد عندي اخطاء متحمل مسؤوليتها ولاني متبري منها يقير بعد ما يعامل معها منطق اخرى هذا تشكرت ولا انت قلت ولا انتم متوقعين اني نعود وزير في حكومه ونعود نعيبها والله ما كان فيها والله انا هو اللي يلا نظهر عيوبها لا يقير منين يظهر لك الحكومه فيها سارق انا ماني مدافع عنه. شكرا جزيلا للوزير السابق استاذ سيد محمد المحام على المشاركه معنا في هذه الحلقه. مشاهدينا الكرام اقول لكم تحيات فريق البرنامج والى حلقه قادمه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بارك الله شكرا جزيلا بارك الله.